اهلا وسهلا احبتي. اليوم واصلين الى موضوع نشاطات الخليه. نشاطات الخليه بالمراجعه المركزه صفحه رقم 5، احنا واصلين وياك الانشطه الخلويه رقم 5 ورقم 6. اوكي، حدنا الى الايض الخلوي، هاي وين؟ بالمراجعه المركزه. بهاي الاوراق الموجوده اذا قدرنا نشوفهن، صفحه 5 وصلنا الى الانشطه الخلويه، وصفحه 6 حطيناها هنا. اوكي، يعني الخليه انا قسمتها الى ثلاثه اقسام: تركيب الخليه ونشاطات الخليه وانقسام الخليه. تركيب الخليه احنا خلصناه بثلاث مصورات وقلنا درجاتها من 10 الى 12 درجه. اما الانشطه الخلويه اللي اليوم احنا ماخذيها ايضا درجاتها من 10 الى 12 درجه وممكن نخلصها بثلاث مصورات. وانقسام الخليه كذلك. هذه نشاطات الخليه تنقسم الى قسمين: عبور المواد عبر الاغشيه والايض الخلوي. عبور المواد عبر الاغشيه يعني انت هاي الخليه بها غشاء بلازم وسيتوبلازم ونواة، هاي الماده كيف تدخل الى الخليه، هاي الماده كيف تطلع من الخليه الى الخارج. فممكن تتم بالحالات السبعه الاتيه: 1 الانتشار، 2 النفوذيه، 3 التناضح، 4 النقل الفعال، 5 الاكل الخلوي او البلعمه والشرب الخلوي، واخيرا الاخراج الخلوي. نجيهم وحده وحده. الانتشار، ترى الانتشار بس التعريف، تابع التعريف: حركة الأيونات أو الجزيئات خلال وسط معين من المناطق ذات التركيز العالي إلى المناطق ذات التركيز الواطئ. انتهى الموضوع. بعد أي شيء ما تقرأ هنا بالمراجعة المركزة. أما النفوذية، هاي النفوذية شوف، إذا هناك خليك التعصب بوره، إذا الانتشار حركة الأيونات أو الجزيئات خلال أي وسط معين، فالنفوذية تمثل ظاهرة تبادل المواد. ظاهرة تبادل المواد بين الخلية، بين الخلية ومحيطها الخارجي عبر الغشاء البلازمي. يعني بالنفوذية أولا أكو شغلة مواد، وثانيا أكو شغلة ثانية يسمونها الغشاء البلازمي. هذا أول سؤال، أكثر من هذا التعريف لا تكتب. بناء على هذه التعريف فقط قسمت الأغشية إلى 4 أنواع. يجيك هيك السؤال: عدد أنواع الأغشية حسب نفاذيتها للمواد. 1 أغشية منفذة، مثالها جدار خلوي. 2 أغشية شبه منفذة. هنا ما عندنا مثال بس عندنا كأنما تعريف، وهذه لا تسمح بمرور الذائبات بنفس معدل مرور المذيبات. الذائبات يعني أشياء ذائبة بالمي، المي هو المذيب. 3 أغشية ذات نفاذية اختيارية، مثالها الغشاء البلازمي. 4 أغشية غير منفذة، مثالها منو؟ النايلون. فأكثر من ذول السؤالين ماكو، لو تعريف النفوذية لو عدد الأغشية حسب نفاذيتها للمواد. ثالثا وين وصلنا؟ إلى التناضح. التناضح هذا مرشح، يعني هذا بصراحة هو اللي راح نطول به. شوف هنا حركة الأيون أو الجزيء خلال أي وسط معين، هنا ظاهرة تبادل المواد بين الخلية، المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي عبر الغشاء البلازمي. من توصل للتناضح راح يقول لك حركة جزيئات الماء. ركز على هاي الكلمات، حركة جزيئات الماء. شوفوا هناك أي مادة، هنا مواد، هنا شنو؟ حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختيار النفاذية. بين قوسين شنو اختيار النفاذية؟ يعني الغشاء البلازمي. بعد البين قوسين تبعا لاختلاف التركيز، تبعا لاختلاف التركيز، وتتم هذه الحركة من المناطق ذات التركيز العالي. يعني التناضح حالة من حالات الانتشار. أوكي، وتتم الحركة وفق قوانين الانتشار، إذ إن التناضح هو حالة من حالات الانتشار. هذا التعريف مرشح، تعريف التناضح. إيش قايل لك بالكتاب؟ قايل لك أكو تجربة. إحنا بالمراجعة كتبنا هذا السؤال، سؤال في تجربة التناضح. إحنا ما كتبنا بالمراجعة وين التجربة، بس قايل لك في تجربة التناضح ما أسباب ارتفاع المحلول السكري؟ استفهام. وماذا سبب؟ استفهام. ولماذا توقف دخول الماء؟ استفهام. يبدو هاي ثلاث أسئلة. يعني هسه أنا من أريد أجاوبها، الطالب اللي معتمد فقط مراجعة مركز يقول لك أنا ما قارئ السنة كلها بسبب تظاهرات مرة وسبب كورونا مرة ثانية، فأنا أريد أعتمد على المراجعة المركزة. من يوصل هيك سؤال في تجربة التناضح، يا وين تجربة التناضح؟ إحنا ما كتبناها. ما أسباب ارتفاع مستوى المحلول السكري؟
هو ايش راح يقول لك الجواب؟ بسبب دخول جزيئات الماء اكثر من الخارجه الى القمع. الطالب يبقى يحفظ بهاي الكلمات، يردد بها يوم الامتحان ينساها. ليش؟ لانه اصلا ما عارف القضيه شنو. ماذا سبب؟ سبب تولد قوه يسمونها ضغط هيدروستاتيكي. شنو النوع هذا ضغط هيدروستاتيكي؟ ولماذا توقف دخول الماء؟ بسبب تعادل قوتي الضغط الهيدروستاتيكي مع الضغط التناضحي. يعني الطالب هل قد ما يقرب هنا يروح ينساهن. اوكي، فاحنا ايش راح نسوي اولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال الموجود عندك في صفحه 6؟ اوكي، اعتقد في صفحه 6 اي، في تجربه التناضح. يعني لازم نشرح لك التجربه وبشكل سريع. اوكي، هنا يقول لك ومن اجل معرفه التناضح نجري التجربه البسيطه الاتيه. يتم ربط غشاء اختياري النفاذيه في انبوب قمع، باوع لهذا الانبوب القمع هالشكل، هذا انبوب القمع. وين الغشاء الاختياري النفاذيه؟ راح نعطي لون اخضر. ربطنا غشاء اختياري النفاذيه في نهاية قمع، هذا اللون أخضر غشاء اختيار النفاذية نشتريه من السوق. شنو اسمه؟ اسمه سيلوفان. أوكي، هو صحيح صناعي بس عمله مثل عمل الغشاء البلازمي. سوينا أولا ربطنا غشاء اختيار النفاذية في نهاية قمع، بعد ذلك ملأنا القمع بالماء المقطر. هاي الخطوط الزرق، الألوان الزرق، شنو اسمها؟ هاي اسمها ماء مقطر. ومن تسمع كلمة ماء مقطر يعني هو الماء الذي يخلو من الشوائب، يعني تركيز المادة المذابة بالماء تكاد تكون صفر. أوكي، بعد السوينة وضعنا هذا الجهاز في حوض زجاجي كبير يحوي ماء مقطر كذلك. ايش قايل لك بالتجربة؟ بحيث يكون مستوى الماء المقطر في خارج القمع، يعني هذا هم ماء مقطر في الحوض، ومستوى الماء المقطر في داخل القمع بمستوى واحد. هو جاي يسوي، هو جاي يعرف التناضح. شنو تعريف التناضح؟ باوع التناضح، التناضح يقول حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختياري النفاذية، بين قوسين الغشاء البلازمي. ولأنه هاي التجربة جبنا فتشي يعمل عمل الغشاء البلازمي اللي هو شنو؟ ايش قايل لك بعد؟ تبعا لاختلاف التركيز. أريدك تركز على هاي الكلمات، تبعا لاختلاف التركيز، وتتم الحركة حسب قوانين الانتشار، إذ أن التناضح هو حالة من حالات الانتشار. بس اريد افهم يعني ايش سوى بهاي التجربة. حركة جزيئات الماء، حط مي هنا ومي هنا، وين؟ خلال غشاء اختيار النفاذية، الفاصل بيناتهم شنو؟ غشاء اختيار النفاذية. بس قال لك حركة جزيئات الماء ايش راح تصير؟ تبعا لاختلاف التركيز. هسه باوع لي، ولانه تركيز المادة المذابة بالقمع صفر وتركيز المادة المذابة بالحوض صفر، يعني التراكيز متساوية، لذلك كان جزيئات الماء الداخلة إلى القمع تساوي جزيئات الماء الخارجة من القمع، فاستقر الجهاز عند حد معين، ساعة ساعتين يوم يومين بقى الجهاز بهذا الشكل. أوكي، ليش؟ لأن يقول حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختيار النفاذية تبعا لاختلاف التركيز، وبما أنه التراكيز كانت متساوية في الداخل وفي الخارج فإن جزيئات الماء الداخلة والخارجة تكون بمعدل متساوي. بعدين بالتجربة شو يقول؟ ولكن عند إضافة محلول سكري. شو يقصد محلول سكري؟ هذا الماء المقطر ايش ضفنا له؟ ضفنا له جزيئات من السكر بهذا الشكل. ايش لاحظنا؟ لاحظنا ارتفاع مستوى المحلول السكري. هذا الشيء شوفه بالتجربه بدا يرتفع. ليش يرتفع؟ قال لك يرتفع مشيرا الى ان جزيئات الماء الداخله الى القمع، باو على الرسم، تكون اكثر من جزيئات الماء الخارجه من القمع. هذا ليش ارتفع؟ بسبب دخول جزيئات الماء. زين يظل يرتفع؟ لا، راح يتوقف عند حد معين. شو وقت يتوقف؟ قايل لك ان هذا الدخول ولد قوه يسمونها ضغط هيدروستاتيكي،
وعند تعادل هذه القوة مع قوة الضغط التناضحي يتوقف الارتفاع عند حد معين. هسه أنت تسأل نفسك آخر سطرين كل شيء ما افتهمت. حتى أبين لك هاي التجربة بأسلوب ثاني باوعها هنا. شوف هذا اللون أخضر، اللون أخضر راح أكبره بهذا الشكل. شنو اللون أخضر؟ اللون أخضر غشاء بلازمي. شوف كبرته، كبرته بهذا الشكل. يعني أنا هاي التجربة بديت أكبرها بأسلوب ثاني، لأن الطالب هنا راح ينزعج من مصطلح الضغط الهيدروستاتيكي والضغط التناضحي. ايش كتبنا عليه؟ شنو اسمه هذا؟ اسمه غشاء السيلوفان أو الغشاء البلازمي. صار عندي هنا أنا؟ صار عندي داخل القمع هذا، وهنا أنا خارج القمع. تتذكر بالتجربة أول شيء حطينا داخل القمع؟ حطينا مي مقطر. شوف كم دائرة راح أرسم المي المقطر؟ خلنا نرسم 6 دوائر، 2 4 6. وبالحوض الزجاجي حطينا هاي بالبداية، بداية التجربة أيضا حطينا مي مقطر، كم دائرة راح أرسم؟ هم 6. ليش؟ للإشارة إلى أن جزيئات المي الموجودة هنا والموجودة هنا في حالة تساوي. أوكي، هذا الغشاء البلازمي الاختيار النفاذي يفصل بين مي ومي. طيب شنو تعريف التناضح؟ حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختيار النفاذية تبعا لاختلاف التركيز. بالحالة الأولى قبل ما أضيف الشكر، بالحالة الأولى شنو كان؟ كان جزيئات الماء الداخل إلى القمع وجزيئات الماء الخارجة من القمع في حالة تساوي، مو تمام؟ لذلك ظل الجهاز عند حد معين. بعدين بالحالة الثانية سوينا احنا ضفنا جزيئات من السكر، باوع باوع، هاي جزيء السكر رسمتها لون احمر، وهاي جزيء السكر، وهاي جزيء السكر، وهاي جزيء السكر. اوكي، يعني رسمت 4 جزيئات سكر. كل جزيء السكر ارتبطت بجزيئة مي فاعاقت حركتها، ما خلتها تتحرك، وهاي ما تتحرك، وهاي ما تتحرك، وهاي ما تتحرك. كم جزيئة مي هنا راح تتحرك وفقا لهذا الرسم؟ لكن هنا اكو إعاقة؟ أبدا، ماكو كل إعاقة. الآن ايش راح اسولف لك؟ اقول لك ان الإعاقة التي نتجت من ارتباط جزيئة السكر بالمي شو يسمونها؟ ضغط تناضحي. اذا هنا اكو قوة، هنا اكو قوة، 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 شنو اسمها هذه؟ قوة الضغط التناضحي. هاي شو تخلي؟ ما تخلي جزيئات المي تتحرك. لذلك هنا بالملزمة العامة معرفي لك الضغط التناضح بس ما يجيك بالوزاري. هاي القوة تعيق حركة جزيئات المي. زين سولف لي هنا، باوع لي هنا، اكو قوة ضغط التناضح هنا؟ ابدا، ماكو، صفر. ليش؟ لان ماكو جزيئات ترتبط بجزيئات المي. لذلك هنا جزيئات المي عندها حرية حركة وبنسبة 100%، بينما هنا الجزيئات كلش قليلة الحرية الحركة. بناء على ذلك راح يكون جزيئات الماء الداخلة بسبب الحرية المطلقة أكثر من جزيئات الماء الخارجة من القمع. هذا دخول جزيئات الماء إش خلى بالمحلول السكري يرتفع، تمام؟ خوش. الآن شو يقول لك؟ بس اتذكر باوع لي، ما يخالف زيد، باوع لي هاي القوة، هاي القوة سميناها ضغط تناضح. مو طالب ينزعج هاي التجربة شنو ضغط تناضحي؟ زين المي قد ما دخل ولد قوة ثانية، القوة الثانية تعاكس هاي القوة، شو يسمونها؟ ضغط هيدروستاتيكي. أنا مسجل لك عرف الضغط الهيدروستاتيكي بالملزمة العامة، ما راح يجيك، بس باوع له وفقا للتجربة. هي القوة، ضغط الهيدروستاتيكي هي القوة التي نشأت بسبب دخول جزيئات الماء إلى أنبوبة القمع. القوة شو وقت اجت؟ بسبب دخول جزيئات الماء الهواي، اوكي، في تجربة التناضح. هاي القوة تعمل عكس هاي القوة. اذا ذيك ربطت جزيئة السكر بالماء، هاي شو تسوي؟ تفتح الرابطة بين جزيئة السكر والماء. باوع باوع على الرسم. ومتى ما قدرت تحقق هذا المبدأ، يعني شنو؟ يعني فتحت كل قوى الارتباط، بمعنى أصبحت قوة الضغط الهيدروستاتيكي مساوية لقوة الضغط التناضحي. بس باوع التجربة. الآن رجعت جزيئات المي عندها حرية حركة كما كنا في الأول، لذلك راح يتوقف المحلول عند حد معين. هاي التجربة.
السؤال اللي راح يجيك هسه اذا قال لك بالوزارة ايش راح التجربة، تذكرنا انا هيك حكيتها، اوكي هي ما موجودة بالمراجعة المركزة. السؤال في تجربة التناضح، بس هاي التجربة ترى مال التناضح، ما اسباب ارتفاع مستوى المحلول السكري؟ هسه تعال باوع ليش ارتفع؟ قل لي بسبب دخول جزيئات الماء الى انبوبة القمع اكثر من جزيئات الماء الخارجة. بس استفهام، ماذا سبب؟ يبدو ان السؤال الثاني بناء على جواب السؤال الاول، ماذا سبب؟ يعني هذا دخول جزيئات الماء السبب، سبب تولد ضغط هيدروستاتيكي. زين سؤال اخير، ولماذا توقف دخول الماء؟ يعني لماذا استقر عند حد معين؟ ها، بسبب تساوي قوة الضغط الهيدروستاتيكي مع شنو؟ مع قوة الضغط التناضحي. ترى بالتجربة بس هذا السؤال مرشح يجي، بس ممكن يجي اشرح التجربة طبعا، ممكن هسه انا حكيتها، صحيح هي ما مكتوبة بالمركزة بس حكيتها. اوكي، السؤال الآخر، بناء على هاي التجربة فقد قسمت المحاليل بالنسبة لتراكيزها التناضحية إلى ثلاثة أنواع. واحد محلول طبعا هاي عدد أنواع المحاليل من الأسئلة المرشحة، لو يجيك تعرف كل واحد من عدهم، لو مقارنة بين اثنين، لو عددهم مع الشرح. فالسؤال أوكي حمزة ما يخالف نباوع لهنا، سؤال عدد أنواع المحاليل حسب تراكيزها التناضحية مع تعريف لكل واحد، أوكي حتى نشوفها بعد أحسن. عدد أنواع المحاليل حسب تراكيزها التناضحية، واحد محلول متعادل التركيز، اثنين محلول واطئ التركيز، ثلاثة محلول عالي التركيز، ثلاثة المهمات، بس احنا نشوف الثالث أكثر أهمية. أوكي، شنو محلول متعادل التركيز؟ وفيه يكون تركيز الماء خارج الخلية مساويا لتركيزه داخل الخلية، وهنا الخلية لا تكتسب ولا تفقد الماء. الطالب من يوصل لهاي التعاريف هم ينزعج، حتى ما ينزعج راح نرسم له هاي الصورة. بسبب هاي الصورة راح نعرف أنواع المحاليل الثلاثة. باوع لزين، هذا حوض رقم واحد، وهذا حوض رقم اثنين، وهذا حوض رقم ثلاثة. هاي الأحواض شبيهة بيها محاليل بس مجهولة التراكيز، بس واحد من عندهم متعادل رقم واحد، والثاني واطئ رقم اثنين، والثالث عالي رقم ثلاثة، بس أنا ما أعرف وين المتعادل ووين الواطئ ووين العالي. ش راح أسوي؟ راح أحط كرية دم حمراء في حوض رقم واحد، وحطيت هم كرية دم حمراء وحدة اختاريناها على المود الرسم، بس بالحوض رقم اثنين شفت كرية الدم الحمراء هيج صارت، وبالحوض ثلاثة شفت كرية الدم الحمراء هيج صارت. انت تيجي تفسر عود ليه صارت هاي الصور. كرية الدم الحمراء بس اريد اسولف وياك بالفصل الثاني ان شاء الله هم راح اذكرها. كرية الدم الحمراء بيها صبغة اسمها صبغة الهيم حديد والجلوبين بروتين. خلنا نفترض انا وياك ان الجزيئات الذائبة او المواد الذائبة داخل كرية الدم الحمراء نقطتين زرق بس، اوكي؟ انت حطيت كرية الدم الحمراء في محلول ما تعرفه، بس هذا المحلول بما يعادل داخل الخلية، يعني شنو؟ اذا هنا نقطتين زرق هنا نقطتين زرق. تتذكر التجربة هاي قبل لا اضيف محلول السكر كان ست جزيئات مي وست جزيئات مي، يعني التراكيز متساوية. شوف هسه هنا تركيز الأشياء داخل الكرية اثنين، وتركيز الأشياء خارج الكرية اثنين. بمعنى شنو؟ بمعنى أن تركيز المواد المذابة خارج الخلية وتركيز المواد المذابة داخل الخلية في حالة تساوي، وبسبب التساوي راح يكون جزيئات الماء الداخلة إلى الكرية يساوي جزيئات الماء الخارجة من الكرية، فالخلية لا تكتسب ولا تفقد الماء. هذا المحلول، أركز على هذا يسمونه محلول متعادل التركيز، يعني تركيز المواد المذابة خارج الخلية مساوي إلى تركيز المواد المذابة داخل الخلية، والخلية هنا بسبب تعادل التراكيز لا تفقد ولا تكتسب الماء. تعال على الحوض رقم اثنين، هسه افتهمناه هذا زيد متعادل التركيز. خوش، هنا الكرية بيها هيم وجلوبين، اوكي
انا حطيتها وين؟ حطيتها في محلول ما اعرفه، هم استفهام. بس هذا المحلول ما بي مواد مذابه. اتذكر المي المقطر، تركيز الماده المذابه بالمي المقطر صفر، وكانما حطيت الكريه في ماء مقطر. يعني المواد المذابه بالمحلول صفر. بمعنى شنو؟ تعال شوف لي بس هذه. تتذكر من حطينا جزيئات السكر اعاقت حركه بعض جزيئات المي؟ ذن النقطتين الزرق اعاقت حركه بعض جزيئات المي، ولانه بالحوض ماكو مواد مذابه فماكو اعاقه. لذلك هجره المي منين راح تصير؟ راح تصير من الحوض، لان عندها حريه حركه اكثر. انت بس تتذكر دائما التجربه هاي، حركه المي من الحوض الى داخل الكريه اكثر. دخول الماء الى الكريه شو يسبب؟ انتفاخه، وبالتالي تمزقها ممكن. هذا المحلول اقعد شو اسميه؟ اسميه محلول واطئ التركيز. يعني تركيز المواد المذابه في خارج الخليه يكون اقل من تركيز المواد المذابه داخل الخليه، وهنا الخليه تكتسب الماء، ودخول الماء الى الخليه يؤدي الى انتفاخه وممكن الى تمزق. تمام؟ خوش. اما زيد اذا عندك سؤال اسال عادي. اما الحوض رقم 3، شوف هنا شنو؟ هنا عندنا تركيز المواد المذابه وحده واثنين. اوكي عيني؟ عندنا تركيز المواد المذابه نقطتين زرق. انا حطيتها في حوض زجاجي، ايش بيه؟ بما يعادل الهيم والجلوبين. باوع الصورة رقم 1، هيم وجلوبين، يعادل الهيم والجلوبين، هذا يسمونه متعادل التركيز. بس الخلية بيها هيم وجلوبين، هنا شنو؟ ما يعادل الهيم وما يعادل الجلوبين. بعد وحطيت بعد أملاح، معادن، سكريات، أشياء هواي، فأصبح المحلول عالي التركيز. بس اشوف التجربه، هذني الالوان الحمر اعاقت حركه كثير من جزيئات المي، ذول النقاط الزرق بسبب كثرتهم قد اعاقوا حركه كثير من جزيئات المي، وهنا لا الاعاقه تكون قليله، وبالتالي حريه حركه جزيئات المي راح تكون من داخل الخليه الى الخارج بشكل اكبر. خروج الماء من الخلية بهذا الشكل يسبب انكماش الخلية. أوكي؟ هذا المحلول ايش اقعد شو اسميه؟ اقعد اسميه محلول عالي التركيز. فصارت عندك محلول متعادل التركيز مهم، محلول واطئ التركيز مهم، ومحلول عالي التركيز مهم. بس هذا اهمهم. شوف هاي خليه حيوانيه، ليش؟ لان كريه الدم الحمراء يعني بالانسان، والانسان هو من مملكه الحيوان، فبالتالي كريه الدم هي خليه حيوانيه. كريه الدم الحمراء الخليه الحيوانيه اذا حطيناها في محلول عالي التركيز تنكمش، ليش؟ بسبب فقدانها للمي. تمام. زين انا اريد الحوض رقم 3 ايش بيه اصبح؟ بمحلول عالي التركيز بنقاط زرق هواي. ايش راح احط به؟ راح احط به خليه نباتيه. باوع الخليه النباتيه ترى بيها غشاء بلازمي، وخارج الغشاء البلازمي ايش موجود زيد؟ جدار خلوي. هذا الجدار الخلوي. الخليه النباتيه اذا حطيتها في محلول رقم 3 الغشاء البلازمي راح ينكمش. باوع راح امسحه، راح ينكمش بهذا الشكل، يعني راح يبتعد عن جدار الخلية نحو مركز الخلية. بسبب شنو؟ بسبب فقدان الخلية النباتية للمي مالتها. لكن الجدار ما راح يتأثر. ابتعاد الغشاء البلازمي بهذا الشكل يسمونه انكماش. ابتعاد الغشاء البلازمي بهذا الشكل يسمون الحالة بلزمة، تعريف مرشح. فأنت إذا تقرب ورقة 6 ايش راح تلقى؟ عرف البلزمة هو ظاهرة ابتعاد الغشاء البلازمي عن جدار الخلية هيك باتجاه المركز بسبب وضع الخلية النباتية في محلول شنو؟ في محلول عالي التركيز.
زين نقدر نرجع الخليه النباتيه لحالتها الطبيعيه؟ طبعا اذا ضفنا المي للمحلول عالي التركيز هذا الغشاء البلازمي راح يرجع لصورته الطبيعيه، هاي يسمونها اعاده بلزمه او ازاله بلزمه. احنا بالمراجعه المركزه كتبنا لك بس تعريف البلزمه. اوكي؟ خوش. البلزمه هو احنا صارت عنده ثلاثه انواع من المحاليل. المحلول الاول متعادل التركيز، اذا وضعنا خليه حيوانيه في محلول متعادل التركيز فان الماء الخارج من الخليه الحيوانيه والماء الداخل الى الخليه الحيوانيه يكون في حاله تساوي. طيب ليش؟ لان تعريف التناضح هو حركه جزيئات الماء خلال غشاء اختيار النفاذيه تبعا لاختلاف التركيز. ولما كانت التراكيز متساويه داخل وخارج الخليه فان جزيئات الماء الخارجه من الخليه وجزيئات الماء الداخل الى الخليه تكون في حاله تساوي، فالخليه تحافظ على شكلها الطبيعي. وهاي المحاليل المتعادله التراكيز هي المحاليل الموجوده باجسامنا حتى شنو تبقى الخلايا محافظه على وضعها الطبيعي. لكن هذا المحلول الواطئ التركيز، المحلول شبيه بمواد مذابه صفر، يعني المي عنده حرية حركة بنسبة 100%. من وضعت الخلية الحيوانية، الخلية الحيوانية بداخلها شأكو؟ بداخلها أكو هيم وجلوبين وأملاح، يعني جزيئات مذابة. يعني هنا أكو إعاقة تعيق حركة جزيئات المي. من حطيتها بهذا المحلول، الآن الهجرة مال المي راح تكون من الخارج نحو الداخل، لأن يعني يقول حركة جزيئات الماء تبعا لاختلاف التركيز. ولما كانت التراكيز هنا عالية يعني إعاقتها للمي تكون أكبر، يعني هنا الإعاقة بالنسبة للمي ماكو، لذلك المي راح يدخل إلى الكرية. دخول الماء إلى الخلية بهذا الشكل يؤدي إلى انتفاخها وممكن يؤدي إلى شنو؟ انفجارها أو تمزقها. لكن الحوض رقم 3 هاي الخلية الحيوانية بها هيم وجلوبين ومعادن وكذا، بس احنا رسمنا نقطتين زرق للإشارة إلى الهيم والجلوبين. أنا حطيتها في محلول ما يعادل الهيم والجلوبين بس، هذا متعادل التركيز، بس لا حطيت بياها بعد شنو؟ معادن واملاح وسكريات و اصبحت المواد المذابه في الحوض اكثر من المواد المذابه داخل الخليه. كثره المواد المذابه بالحوض يعني اعاقه لحركه جزيئات المي. هاي الاعاقه راح تخلي المي ما يتحرك باتجاه الخليه بنسب قليله، لكن هنا الاعاقه تكون قليله، حركه الماء من الخليه الى الخارج تكون اكبر. فهنا اذا حطينا خليه حيوانيه في محلول عالي التركيز راح تنكمش. اوكي؟ ليش؟ لان راح تفقد مايها. وحتى يعني مثلا يعني ولو هذا المثال هسه اجى، يعني مثلا هسه السمكة إذا اشتريناها وهي ميتة طبعا وحطينا لها ملح، وسمكة ثانية اشترينا لها وما حطيناها ملح، ورا ثلاثة أيام اللي حطينا لها ملح حافظت على طراوتها، بس اللي ما حطينا لها ملح يعني أصبحت متعفنة. طيب ليش؟ ها، لأن هذه البكتيريا راح تسقط. شوف، البكتيريا راح تسقط في محاليل عالية التركيز، الملح محلول عالي التركيز، فالبكتيريا ايش راح تسوي؟ تفقد مايها. اذا البكتيريا فقدت مايها معناتها راح تنكمش، الانكماش معناتها موت البكتيريا. اوكي؟ وبالتالي اهلنا قبل كانوا يعقمون بالملح بهذا الشكل، حتى اللي ينجرح كانوا يحطون له ملح. اوكي؟ وتمام. زين، هذه خليه حيوانيه، زين الخليه النباتيه فرقها عن الخليه الحيوانيه ايش؟ اكو خارج الغشاء البلازمي، اكو جدار سام، جدار خارجي سميك، هذا ما يتاثر بالامور. لذلك إذا حطيت الخلية النباتية في محلول عالي التركيز، نعم الخلية النباتية تفقد مايها، وبالتالي الغشاء البلازمي راح ينكمش مثل هاي الصورة. من أقول ينكمش يعني راح يبتعد عن الجدار، لكن صورة الخلية النباتية ظلت محافظة على شنو؟ على وضعها الطبيعي بهذا الشكل، يعني صورتها من الخارج بهذا الشكل. ليش؟ لأن الجدار، مو إحنا أنواع المحاليل قبل شوية لا تتذكر زيد، واحد محاليل حسب نفاذيتها، محلول كان شنو اسمه؟ تام النفوذيه مثل الجدار الخلوي، يعني هذا يطبب ويطلع ما له دخل بالامور. فهنا الخليه راح تحافظ على شكلها الطبيعي. ان ابتعاد الغشاء البلازمي عن جدار الخليه نتيجه وضع الخليه النباتيه في محلول عالي التركيز بهذا الشكل بسبب فقدان الخليه النباتيه للمي مالتها يسمونها بلزمه. اذا عرف البلزمه، ابتعاد الغشاء البلازمي عن الجدار الخلوي نتيجة وضع الخلية النباتية في محلول عالي التركيز، وهذا ناتج بالفعل
عن طريق خروج الماء وين؟ من الخلية النباتية، نقطة على السطر بس. هذا اللي كتبناه بالمراجعة المركزة. أما بالملزمة نقدر نرجع الخلية لوضعها الطبيعي؟ طبعا محلول عادي التركيز إذا ضفت له مي بهذا الشكل باستمرار، راح تتذكر هاي التجربة، راح يخفف. إذا خفف المي راح يدخل للخلية النباتية، وبالتالي الغشاء البلازمي راح يرجع الوضع الطبيعي. هاي يسمونها إزالة الملزمة. أوكي، أنا حتى نختم هذا المصور أريد أسألكم هاي الأسئلة، وراح نترك بعد للمصور الثاني حالة النقل الفعال لأن ما راح نلحق طبعا. مثلا سؤال، هذا إجا في أحد السنين، ماذا يحصل لخلية حيوانية عند وضعها في 1 محلول واطئ التركيز، 2 محلول عالي التركيز، مع ذكر السبب في الحالتين؟ هسا شنو قال لك خلية حيوانية لو نباتية؟ فسألك ماذا يحصل لخلية حيوانية عند وضعها في 1 محلول عالي التركيز، شو تقول له؟ تنكمش. بس تريد تتفلسف بعد احكي زين، ذاكرا السبب، ليش تنكمش الخلية الحيوانية عند وضعها في محلول عالي التركيز؟ بسبب خروج الماء من داخل الخلية الى الخارج. ثانيا، في محلول عالي التركيز، طبعا هاي صارت 2، اسف هسه نجي على 1، اذا 2 صارت تنكمش. 1 في محلول واطئ التركيز شو اقول له؟ تنتفخ. زين ليش تنتفخ؟ بسبب دخول الماء الى الخلية. فعيد السؤال، صار عندنا شوية خلل. ماذا يحصل لخلية حيوانية عند وضعها في 1 محلول واطئ التركيز؟ تنتفخ. ذاكرا السبب في الحالتين، بسبب دخول الماء الى الخلية الحيوانية، وتذكر هاي الصورة. ثانيا، في محلول عالي التركيز قلت له تنكمش، وتذكر هاي الصورة، راح تقول له بسبب خروج الماء من داخل الخلية الى الخارج. بهذا الشكل طلاب خلصنا الانتشار والنفوذية والتناضح، مرشح وتجي أسئلة من عنده هواي. المصور الثاني راح نتركه للنقل الفعال، البلعمة، شرب الخلوي، الإخراج الخلوي، وهنا أكو رسومات أريد أعلمك الرسومات شلون ترسم، يعني هم راح ياخذنا بحدود 25 دقيقة بهذا المصور، فانتظرونا إن شاء الله باكر على المقطع رقم 5. أوكي، مع السلامة.